لمناقشة آخر تطورات الأزمة السياسية في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد تمديد تعليق عمل البرلمان وردود الفعل الداخلية على هذا القرار، ينضم إلينا من لندن عبر الهاتف المحلل السياسي دكتور فتحي المسعودي. مرحبا بك دكتور فتحي. كيف تعلق على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه؟ مساء النور لكم ولمشاهديكم. على كل حال، بعض هذه الإجراءات كانت موجودة، وإنما بعد مرور 30 يوم من قرارات 25 أيلول الماضي، طبعا الجميع كان ينتظر قرارات أخرى، ولكن يرى أنه بعد شهرين اتخذ هذه القرار، وفيها هي تمديد تلك القرارات، من بينها مواصلة تجنيد البرلمان كما ذكرتم ورفع الحصانة على البرلمانيين. هذه الإجراءات التي أعلنها، الإجراءات الرئاسية التي أعلنها والتي أصبحت في شكل القانون عندما تصدر الرائد الرسمي، وبالتالي بها يقع إلغاء تماما العمل بالدستور، وتصبح هذه القرارات الرئاسية هي التي أو ما نسميه نحن في تونس بالدستور الصغير، والذي يجمع كل السلطات في يديه، بمعنى السلطة التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية. لأن هذه الإجراءات تقول أن قرارات الرئيس لا يمكن نقضها أو الذهاب لأي جهة قضائية لإبطالها أو الطعن فيها، ويبقى للشعب الحق في أن يراقب هذه الأمور. وهذه كلمة فضفاضة، لأن ماذا نقصد بالشعب؟ الشعب سيخرج كل يوم مثلا يناقض قرارات الرئيس؟ التالي الذي وقع والذي قام به قيس سعيد لا يوجد في أي بلد في العالم، حتى الدول المستبدة والديكتاتورية عادة لها برلمانات سورية ولها قضاء سوري ولها سلطة تنفيذية يسيطر عليها الديكتاتوريون. طيب. أما دكتور... ما قام به قيس سعيد فهو جمع كل هذه السلطات بين يديه. دكتور فتحي، ما الأبعاد السياسية لقرار الرئيس التونسي، خصوصا بعد إعلان العديد من الأحزاب تأسيس جبهة مناهضة بهدف مواجهة ما وصفته بانقلاب رئيس البلاد على الديمقراطية؟ لا، هذا طبعا قرارات خطيرة. يعتبر ما قام به قيس سعيد بالأمس يعتبر أخطر ما يمكن أن تتعرض له الثورة التونسية منذ 2011، لأنه كما ذكرنا ألغى تقريبا دور البرلمان، كما ألغى الدستور تماما، ولذلك أحدث صدمة ورجة كبيرة جدا في الساحة السياسية التونسية، مما نتج عنه ظهور جبهات وليست جبهة واحدة معارضة لقرارات الرئيس، حتى بعض الأحزاب التي كانت هي محسوبة على الرئيس وكانت تسانده في إجراءاته وقراراته، من بينها التيار، حزب التيار، الذي تحدث أمينه العام اليوم وقال هذه الإجراءات هي انقلاب على الدستور وانقلاب على الشرعية، وهذا يعتبر خطف للدولة وبالتالي أخذ البلاد في مسار خطير وخطير جدا، لأن الرئيس للأسف الشديد عندنا لا يتحاور مع أحد، كما قال الاتحاد العام التونسي للشغل، وحتى الذين الآن أيدوه وهم طبعا تيارات قومية بالدرجة الأولى طلبت من الرئيس أن يتحاور مع المجتمع المدني، والرئيس لا يريد أن يتحاور ولن يتحاور حسب رأيي مع أي جهة كما هو عهدنا بقيس سعيد، وبالتالي يأخذ البلاد إلى المجهول، وهذا المجهول ليس فقط انعكاساته سياسية وإنما أيضا اقتصادية واجتماعية، ونحن نقترب من 10 أكتوبر والذي هو بنص الدستور يجب أن تقدم الميزانية إلى البرلمان يبحث فيها. دكتور فتحي، برأيك ماذا بعد قرار تمديد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه؟ رفع الحصانة وليس رفع الحصانة قام به، ولكن الجديد في هذا الموضوع هو أنه ألغى كل الامتيازات والمنح التي كانت تعطى للنواب، وبالتالي أصبح النواب في وضع حقيقة سيحسدون عليه. وإنما أنا أقول أنه هذه الإجراءات تأخذنا إلى المجهول، لأنه لا أحد يعلم ما الذي يريده قيس سعيد، هل يريد أن يغير هذا الدستور أو ينقح هذا الدستور، ثم ما هي الجهة التي ستقوم بهذا العمل، وهل سيتعاون وسيتشاور مع بعض الجهات التي ما زالت تمد يدها إليه مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، وحتى هذه الثلاث أحزاب التي أيدته هل سيتحاور معها، هل سيستعين بها؟ أنا أعتقد أن قيس سعيد له فكر خاص به، وهذا ليس جديد منذ زمان، منذ حتى ما قبل الثورة، ويريد أن يطبقه، لأنه لا يؤمن بالديمقراطية المباشرة بهذا الديمقراطية الحالية التي تحكم تونس بعد الثورة، ولا يؤمن بالدستور ولا يؤمن بالأحزاب، حتى التحزب
لا يؤمن به، فبالتالي هذا الفكر كان يتحدث به والآن يطبقه على أرض الواقع في تونس. وللأسف الشديد الثورة الآن دخلت في منزلق خطير وخطير جدا. رجل فقير ورجل واحد ليس له خبرة سياسية في الماضي يأخذ البلاد إلى المجهول، ولا أحد في تونس يستطيع أن يعارضه لأنه المحكمة الدستورية غير موجودة، وبالتالي هو الوحيد بنص هذه القرارات الجديدة القادر على أن يحكم وأن يصدر المراسيم، ولا يمكن لأي أحد ولا جهة في تونس أن تقول له قف أو غير أو هذا الأمر غير قانوني أو غير دستوري. في هذه الحالة أخيرا دكتور فتحي، كمواطن تونسي حضرتك، هل تؤيد إجراءات الرئيس التي وصفها بالاستثنائية لتعديل المسار السياسي في البلاد؟ لا، أنا كمواطن تونسي أنا تحذرت من قيس سعيد حتى قبل انتخابات 2019 وبعد 2019، دائما كنت أقول أن قيس سعيد لا يمكن أن يتراجع. قيس سعيد معروف حتى في خطابات التي يخرج بها خرج بها على الشعب التونسي دائما هو خطابات التهديد والوعيد والسب والشتم والقذف، يعني ألفاظ مصطلحات مثل جراد مثل فيروسات مثل فاسدين منافقين عملاء سأرسل لكم صواريخ، يعني مصطلحات لا يقولها حتى صعلوك في الشارع، فضلا عن أن يكون رئيس دولة يحكم 12 مليون تونسي. أنا كمواطن تونسي أقول للأسف الشديد الثورة التونسية يعني الآن تتعرض أو تعرضت بالأحرى إلى نوع من الخطف من طرف رجل لا يعرفه أحد للأسف الشديد، ومن طرف رجل ربما حتى مداركه العقلية فيما قام به غير طبيعية، لأنه الأمر خطير وخطير جدا. ولكن نحن نرجو ونتمنى على الشعب التونسي أن يأخذ الأمر بيده وأن يعلم أن هذه الثورة قد سرقت منه وعليه أن يتحرك قبل فوات الأوان. شكرا جزيلا لكم الدكتور فتحي المسعودي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.